معلش يا زكريا دور التطبيق. بقدر ما أهنيكم على هذا النجاح والتتويج، بقدر ما أحثكم على التحلي بالعزيمة والإرادة لمواصلة درب العمل الفعال الذي أينعت ثماره مع إنهائكم لمراسيم هذه السنة الدراسية. أوصيكم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والقيم الوطنية والعسكرية النبيلة باعتبارها سر كل قوة ونجاح، والتفاني في العمل بكل صدق وإخلاص، وكونوا رهن الإشارة ولا تدخروا أي جهد